هلا. الحق علي يا فهد. خير؟ أنتم بخير؟ فيكم شيء؟ احنا بخير الحمد لله، بس أنا عندي مشكلة كبيرة. ما يخالف دام إنك أنت بخير والعيال بخير. ما في مشكلة إلا ولها حل إن شاء الله. ما لقيت لها حل، وأنا خلاص عجزت وتعبت. قولي لي وش هي؟ نوف، تخيل إنها جايتني اليوم تقول إنها ما تبي تكمل دراستها لأن طلال ما يبيها تشتغل بعد الزواج. أنا مو مصدقة إنه تعبي وتربيتي طول هالسنين بتضيع بسبة دلاخة البنت. إيش قصة طلال هذا ما يبيها تشتغل؟ وبعدين هي ليش تربط الدراسة بالشغل؟ ترى ما لها دخل. هذاني أقول لهذا الحكي مليون مرة وما في أي فايدة ولا في إجابات تشفي القلب. طلال هذا ماسح شخصيتها مسح وغاسل دماغها، يجرها وراه مثل العنز، وهي زي الحبلة عجبها أنها تربط في المكان اللي هو يبيه. وش الكلام هذا اللي قاعد يقوله بالخرابيط؟ يستهبل هو. أقول لك شيء يا فهد. قولي. هذه أول مرة أحس أني أحتاج أحد يلعب دور الأب مع هذه العيال، وهذه أول مرة أحس أني فشلت معهم. أبيك تساعدني. لا تشيلين هم، أنا بتصرف. ما تقصر. لا تقولين الكلام هذا يا بنت الحلال. هذا دور اللي ما سويته طول السنين اللي راحت، يمكن هذه فرصتي عشان أعوضه. تطمني على آخر، ارتاحي. إن شاء الله خير. يلا خليك الحين، تصبح على خير. وانتي من أهل خير. وهذا هو التصور النهائي، يعني التقريبي، وكل شيء موجود عندكم هنا مشروح بالتفصيل. اللي عنده سؤال يقول لي. أنت من جدك تبي السيارة تشتغل بمكينة وانكل؟ أكيد. أنت تدري أن المكينة هذه خلاص انتهت؟ ما عاد في حد يستخدمها للحين؟ عارف عارف، بس أنا سويت عليها تعديلات بسيطة خليتها تعطينا أكثر من 350 حصان. لحظة بس، السيارة سيدان